السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتشارك هذا الفيديو مع اخوانك وحبايبك واصحابك عشان يتعلموا كتاب ربنا وعشان نشارك مع بعض في تعليم كتاب الله عز وجل وتعليمه للناس. ونسأل الله عز وجل ان يتقبل منا هذا العمل خالصا لوجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير كفاعله. ويقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. نعلم كتاب ربنا، افضل شيء تعليم كتاب الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فما كنتش هتعلم الناس، شارك في تعليم الناس، فان شاء الله نكون شركاء مع بعض في نقل هذا الكتاب العظيم وتعليمه لعباد الله عز وجل. قبل ما نبدا ان شاء الله ما تنساش تشارك الفيديو وتفعل الجرس وتشارك هذا الفيديو مع الناس، وجزاكم الله خيرا. ونبدا ان شاء الله في حلقتنا، يلا بينا. هنبدا ان شاء الله النهارده نتعلم روايه الدوري عن ابي عمرو لانتشارها في بلاد السودان وبعض دول افريقيا، ولطلب بعض اخواننا جزاه الله خيرا عنا وعن المسلمين. فروايه الدوري هذه من الروايات المتواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقرا بها كثير من الصحابه. بعض الناس بيظن ان روايه حفص هي دي قراءه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دي السنه، وهي دي منقول الينا، ولا يصح القراءه بغيرها. لا طبعا، ده كلام مش صحيح. كل القراءات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت الينا، كل القراءات، ان كان قراءه نافع ولا قراءه ابن كثير ولا قراءه ابو عمرو أو ابن عامر أو عاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جبريل عليه السلام طويل، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: يا محمد، مر أمتك أن يقرأوا القرآن على سبعة أحرف لمن شاء، كلها شاف كاف، كلها شاف كاف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتشفع لجبريل، لأن لغة العرب كثيرة متشعبة، ولهم أكثر من لسان، ولهم أكثر من طريقة في الكلام. فكان بعض الناس يقرأ أو يتكلم بطريقة، وبعض الناس يقرأ ويتكلم بطريقة أخرى. فنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الروايات وبهذه الألسن التي كان الناس يقرؤون بها. وهذا من تيسير الله عز وجل على هذه الأمة، يسر الله عز وجل على هذه الأمة هذا الكتاب العظيم لفهم مراده سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فنبدأ نعرف هذه الرواية. هذه الرواية وردت عن كثير من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وأبو موسى الأشعري وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وعمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. وردت عنهم وتواترت إلينا إلى أن وصلتنا. فنبدأ إن شاء الله نتعلم هذه القراءة المباركة، يلا بينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا لو لاحظنا معانا بالضبط زي رواية ورش ورواية قالون، هذه الرواية توافق رواية ورش ورواية قالون، وليس في السورة الكريمة المباركة من أصول تخالف رواية حفص، هي بالضبط تماما كرواية حفص، وكذلك أيضا كباقي الروايات التي قرأناها كقالون وورش. تخالف حفص في كلمة واحدة: ملك يوم الدين. وكذلك تخالف قالون في أحد أوجهه، ويوافق قالون في أحد الوجهين، اللي هو صراط الذين أنعمت عليهم ضم ميم الجمع. قالون عنده وجهين، وجه زي كده، وجه الثاني بضم ميم الجمع: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهي بالضبط تماما كباقي الروايات التي قرأناها، إلا في اختلافات بسيطة وضحناها وبيناها. بالنسبة لعد الآيات فهم هيوافقوا أهل المدينة، أهل البصرة هيوافقوا في سورة الفاتحة أهل المدينة، بيعدوها سبع آيات، لكن من غير بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي حفص بيقعد بسم الله الرحمن الرحيم آية، لكن هنا معانا هذا الراوي وكذلك قالون ورش لا يعدونها آية، ولكن يعدون صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا ما يسر الله عز وجل به، نسأل الله سبحانه وتعالى
أن يبارك لنا في أعمالنا، وأن يبارك لنا في كتابه الكريم، وأن يعلمنا هذا الكتاب الكريم، وأن يجعلنا من أهله الذين هم أهله وخاصته، ويجعله شفيعا لنا في آخرتنا. آمين يا رب العالمين. هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. ولا تنسوا التعليق ومشاركة هذا الفيديو والاشتراك في القناة، واكتبوا تعليقاتكم تحت هذا الفيديو. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.